السلام عليكم متابعين صفحات اليوفنتوس وتويتر يوسف حري. راح اتكلم اليوم عن متى نطلب المساعدة من اخصائي التغذية اذا كان الطفل عنده سمنة. تكلم عن الوزن مع الاطفال امر جدا حساس، واذا كانت الطريقة غير صحيحة ممكن تكون عندنا مشاكل اخرى تأثر على نفسيته او تصيد ردة فعل وتزيد المشكلة. طبعا الخطوة الأولى إذا شفنا الوزن قاعد يزيد أكثر من المعدل الطبيعي، يعني مو بس الزيادة الطبيعية، هني لازم نغير العادات الغذائية للطفل ونحط قوانين في المنزل تكون للجميع بحيث الكل يطبقها، ولكن أبدا ما نركز على الشكل أو الوزن. نتكلم مع الطفل إن هذه العادات اللي إحنا راح نتبعها راح تكون حق صحتنا، وناخذ ونعطي مع الطفل، نستعمل اساليب الغصب الصراخ، نشرح ليه ان هذه القوانين ونحن راح نلتزم عليها، ونحن نقدر ناكل الاشياء غير صحيه ولكن كميات معتدله، زائدا على التغيرات الغذائيه اللي طبعا راح تاخذ وقت. لازم ندخل النشاط البدني، ممكن يكون المشي، ممكن نسجل الطفل في بعض النشاطات نفس السباحه، كرة القدم وغيرها. إذا لاحظ الوالدين إن وزن الطفل في ثبات أو قاعد ينزل، خلاص نواصل على هذه القرارات اللي اتخذناها والأساليب بحيث نحافظ على وزن الطفل. لكن إذا تم وزن الطفل قاعد يزيد، هني ضروري إن إحنا نطلب المساعدة من أخصائي التغذية قبل لا تكون المشكلة أكبر. دور أخصائي التغذية إنه يكون طرف ثالث يتكلم مع الطفل عن الطعام، عاداته الغذائية، شنو نقدر نسوي، وممكن نتكلم عن الوزن، ولكن ما يكون الأساس في الاستشارة، لأن لما الطفل يسمع هذه الأمور الحساسة من طرف ثالث وليس من الوالدين، أسهل عليه إنه ما يأخذ الأمور بحساسية، لأنه قاعد يجي من طرف طبي وليس من الوالدين المفترض يحبونه ويتقبلونه بكل شكل.